بمناسبة شهر رمضان المبارك، أقام مجلس بلدية بيت كمونة في محافظة طرطوس بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية حفلاً وطنياً ومأدبة أفطار لذوي الشهداء والمفقودين وجرحى الجيش العربي السوري، بحضور محافظ طرطوس وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي وفعاليات حزبية ورسمية وأهلية وكوكبة من علماء الدين. هي رسالة محبة وامتنان بهالشهر الفضيل للي تفضل علينا واللي أعطى أغلى ما يملك اللي هو روح ودمه فداء الوطن. هيدا دليل أولاً للعالم أجمع وللشرق كيف عايشين بمحافظة طرطوس وكيف عايشين بسوريا بين أصحاب سماحة ورجال دين مسيحيين بمحبة بتآلف بلقاء حول تكريم أهالي الشهداء، فهيدي صورة سورية الحقيقية. في هذا الشهر المبارك والأيام الطيبة لقاء للتعارف بين عوائل الشهداء من محافظة طرطوس، من حلب، من دير الزور، من كل ألوان الطيف السوري الجميل، لقاء تعارف، لقاء تكريم، لقاء وحدة وطنية ولقاء معايدة على أمل أن نستبشر بنصر قريب. خلال الحفل ألقيت عدة كلمات تحدثت عن عظمة الشهادة والشهداء وما قدموه في سبيل عزة وكرامة الوطن، كما تم تكريم ذوي الشهداء تقديراً لتضحيات أبنائهم التي ستبقى خالدة في ذاكرة السوريين. تحية لكل أمهات الشهداء بهالمناسبة، تحية وقبلاتي الحارة لي وللجيش العربي السوري في أي مكان كان. لفتة كتير حلوة والشكر الكبير لأبطال الجيش العربي السوري اللي لولاه إن إحنا مانا موجودين هون، والله يرحم جميع الشهداء. إن شاء الله بعم السلام على كل بلد سوريا، والله يرحم الشهداء كلهم. رمضان كريم علينا وعلى الجميع يا رب، والله يحل هالأزمة بقى عن سوريا. شهر خير على هالبلد وإن شاء الله بالفرج إن شاء الله، والله يرحم الشهداء ويشفي الجرحى. هي رسالة محبة ووفاء من فعاليات المجتمع المحلي لذوي أنبل وأشرف الناس شهداء الوطن الأبرار، ورسالة حب وتقدير لرجال الجيش العربي السوري حماة الوطن.